فلقد اخترى الحزب الذي تصدر جاء في صدارة الانتخابات. لقد فضل واختار تركيبة جديدة من المشهد السياسي تميل إلى الهيمنة ورفض أي انفتاح بما في ذلك من القمة إلى المستوى الأسفل، أي أن هناك يعني باب مغلوق من الحكومة، مجالس الجهات، مجالس المدن الكبرى إلى غير ذلك. وهذا لما كنا نعتدي عليه، كنا نعلم دائما أن الدستور المغربي والسلوك المغاربة في مثل هذه الأمور تكون هي المشاركة والانفتاح على الآخر حتى يكون الرأي العام والرأي الأغلبية والرأي الآخر حاضرين. ولكن هذا اختيار وهذه ديمقراطية لا يمكن إلا أن نسجلها. الخطير وما نخاف منه هو أن يكون هذا التوجه الجديد، وهذا نقول شيء انحراف ولكن توجه جديد. فنحن في الحركة الشعبية يذكرنا بماضي مؤلم، بتاريخ إنشاء الحركة الشعبية التي جاءت لمعارضات ولمعارضات التوجه الوحودي وجاءت لمحاربة الهيمنة. نتمنى أن نصل إلى هذه الوضعية، ولكن هذا لا يعني أن هذه الأمور نسجلها ونبقاو هكذا كنشوفوا فيها. هذا التوجه يفرض على الحركة الشعبية أن تغير وجهة نظرها وأن تأخذ بعين الاعتبار هذه التوجهات في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ربما كنا نتعامل في الانتخابات بمنطق آخر، نتعامل بتوجه آخر، ولكن اليوم ما دام الاختيار هو هذا، هو اختيار العدل، يجب علينا كذلك أن نكون صارمين عندما نكون محضرين للاستحقاقات المقبلة. فكيفما كان الحال فعلى مستوى مجلس النواب الفريقين يتحملان مسؤوليتهما ويقومان بمعارضة حازمة ولكن بدون غوغائية. وهنا انتهز هذه الفرصة لأهنئ الفريقين على ما يقومون به وكيف يتعاملون مع الشأن العام ومع كل ما يمكن أن يمس بالمواطن. وكان من الممكن أن يكون السياق الاقتصادي والاجتماعي الحالي الذي نعيشه والذي تعرفونه جميعا، كان من الممكن أن يكون في صالح المعارضة وتقوية المعارضة، لأن هناك التقائية بين انشغالات البرلمانيين وهموم الطبقة الشعبية التي تعاني بدرجات متفاوتة من ارتفاع وتكلفة المعيشة والارتجال في قرارات الحكومة. للأسف الثقل المفرط للأغلبية في البرلمان والخلافات بين قادة أحزاب المعارضة تؤثر على أصوات المعارضين وجعلها غير مسموعة بالكيفية التي نريدها. لكن الحركة الشعبية رغم هذا ستبقى صامدة وستلعب دورها من أي موقع كان. كل ما نخشى وكل ما نتمنى أن لا يحدث أن هذه الوضعية تؤثر على المؤسسات وتخرج المعارضة من المؤسسات إلى الشارع، وهذا لا نتمناه في بلادنا. فلهذا إذا كان للسببين المذكورين أعلاه، وهما أولا من ناحية الحركة الشعبية نحاول أن نحافظ دائما ودوما على السير الديمقراطي للمؤسسات، السير التشاركي الذي هو مطبوع في دستور المملكة المغربية، وأن تكون مؤسسات قوية داخل البرلمان على الخصوص. وكذلك من ناحية التحضير الجيد للانتخابات المقبلة، لأن انتخابات 2021 فهي نهاية الممر، فهناك انتخابات مقبلة. وأعتقد أن ما عشناه في 2021 سيعطينا الدرس القوي لكي نكون حاضرين بقوة، لأن هذا حزب استمر لأكثر من 60 سنة، هذا حزب لم يغير مواقفه، هذا حزب يدافع على الثوابت،
لتدافع عن المغرب سيبقى مدافعا عليه، ولكن كذلك لتقوية وتعزيز مكانته في المشهد السياسي.